يمتلك جسم الإنسان نظاماً دفاعياً رائعاً يعرف باسم جهاز المناعة، وهو يعمل على حماية الجسم من الأمراض والعدوى. يستهدف فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة ويضعفه بشكل خاص عن طريق مهاجمة الخلايا التائية CD4+، وهي خلايا مهمة في تنظيم الاستجابة المناعية. ومع تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية، فإنه يدمر هذه الخلايا بشكل تدريجي، مما يضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض الأخرى. يساعد الجهاز الليمفاوي، وهو شبكة معقدة من الأوعية والأنسجة والأعضاء، على تصفية الفضلات ومكافحة العدوى من خلال نقل السوائل الليمفاوية. تعمل الغدد الليمفاوية كمرشحات حيوية، حيث تحبس المواد الضارة مثل البكتيريا والفيروسات وتدمرها لمنع انتشارها في الجسم. قد يكون تورم الغدد الليمفاوية، خاصة في منطقة الإبط، أمراً شائعاً لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، مما يشير إلى وجود استجابة مناعية نشطة. يشير هذا التورم، المعروف باسم اعتلال العقد الليمفية، إلى أن جهاز المناعة يعمل بجد على مكافحة العدوى، وهو علامة على أن الجسم يحاول الدفاع عن نفسه.